السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم التحلية اللي دايرة تران تركيا. هنايا في كاسرونة درت كاس ديال الحليب، معلقة ديال السنيدة، معلقة ديال مايزينا، معلقة ديال الطحين، صفار بيضاء، ساشي ديال الفاني، وغادي نحركو في برد وغادي نديروها فوق النار حتى كتعقد لينا الكريمة. غندوزو المقلة، غنديرو فيها معلقة ديال السكر كلاصي حتى كدوب كتكرمل لينا. غادي نزيدو لها معلقة صغيرة ديال الزبدة وغادي نخلوها حتى تذوب معاها، وغادي نزيدو لها الخليط ديالنا ديال الكريمه حتى كتماسك هكايا مع مع الكراميل، الكريم كراميل بحال هكا. صافي وغادي نطفيو على البوطه. هنايا غادي نزيد لها شويه ديال الكوك. صافي وغادي ندوزو غادي نقطعوها على ثلاثه. وغادي نحربلوها وندوزو نقدموها في طبق التقديم. انا قدمتها في طبق التقديم. غادي نزينها بشويه ديال الكوك وبالصحه والراحه.